صعاب كثير، لان واجهنا فريق منسجم، فريق عنده خبره كبيره، فريق اللي عنده استقرار في التعداد تاعو. شفنا يعني باللي كانت صعوبه كبيره، كان عندهم نسق عالي اكثر منا، ولكن بالاراده والعزيمه والحماس تاع الشبان هذاك الشيء اللي خدم الفارق اليوم. والتوفيق بيد ربي سبحانه، لنا اليوم كان معنا الحظ وين ضيعوا ضربه جزاء سجلنا هدفين، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هذا الفوز يعطينا ثقه اكثر، وما لازمش نتغروا به، لان رانا في بدايه المشوار، ما زلنا فريق اللي في طور التكوين، رانا نكونوا في فريق، نبنيوا في فريق، ان شاء الله ربي يوفقنا باش نبنيوه في اقرب وقت ان شاء الله. يضرين سي جاد التضحيات اللي راهم يقوموا بهم، لانهم شبان ما لازمش نحكموا عليهم من البدايه، لان الشبان ما عندهمش خبره كبيره، راح يكتسبوا الخبره مباراه مباراه، ونكونوا يعني مجموعه شابه اللي راح تكون مستقبل الكره في اولمبي باجي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نقول والله الحمد لله رب العالمين، هي توفيق بيد ربي سبحانه. ولكن صح عندو مدربين كبار اللي خلاو البصمه نتاعهم في الاولمبي الباجي، مثل رشيد بلحوت الله يرحمه، مثل علي فرقاني، مثل موسى كمال، مثل جداوي عبد الغني، نظن مثل سعيد حموش. واليوم انا ان شاء الله نكون كما يقولوا خير خلف خير خلف لاحسن سلف، ان شاء الله ربي يوفقني ويقدرني باش نخدم كما خدموا يعني والديه كما نقولوا، هما هذوك يعتبروا ابائنا وهما اللي القدوه تاعنا، هما اللي ورونا الطريق في الجزائر. ان شاء الله نشرفهم ونادي الشيء اللي راهو ينتظر فيا الاولمبي الباجي والجماهير تاعو يعني، وكل المسيرين اللي نشكرهم، لان اليوم فتحوا لي الباب باش دخلت للبطوله التونسيه من بوابه الاولمبي الباجي. دونك واجب عليا اني نكون في المستوى ان شاء الله، وعند حسن الثقه اللي وضعوها فيها ان شاء الله يا ربي. انا تمنيت هذا، ولكن ما كنتش نعرف باللي سبع لاعبين من الركائز تاع الموسم الماضي مشاو. انا جيت متاخر للاولمبي الباجي، كانوا عندهم خمس حصص تدريبيه، عندما جيت تسرحوا اغلب اللاعبين، كانوا تسرحوا على هذه اللي كنت ذكرت. لو كنت على بالي يعني وكنت نعلم باللي اللاعبين تسرحوا، ما نقول نمشيو في كاس الكاف، لان كاس الكاف تتطلب تحضير كبير، تتطلب استقرار التعداد، ومن بعد ما تستقر يعني يكون مستقر التعداد، تعاود تصلح الاخطاء اللي موجوده، وتجيب لاعبين ذو مستوى عالي وخبره كبيره اللي عندهم المشاركه القاريه. انا للاسف عندما جيت يعني الاول مباراه كانوا عندي كلهم شبان، ما كانش عندي الخيارات كثيره، ولكن ادينا مباراه مهما كنا، ما كناش في يومنا في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني نظن باللي اللاعبين خدموا الكل في الكل وحبوا يعدلوا النتيجه. للاسف ضيعنا عده اهداف، ولكن مازال الشوط الثاني في مصر، ان شاء الله ربي يوفقنا ونجيبوا التاهل من مصر ان شاء الله. احنا رايحين باش نجيبوا الترشح، لان اليوم الحسابات ماهيش موجوده، اليوم لازم علينا نمشيو لمصر باش نسجلوا على الاقل هدف. دونك كل شيء واضح، احنا راح نلعبوا الكل في الكل، راح نهاجموا منذ البدايه ان شاء الله باش نسجلوا هدف، واذا سجلنا هدف كل المعطيات راح تتغير، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نعودوا بنتيجه. ولكن التعداد راح يبقى نفس التعداد تاع المباراه الاولى، لان هذو اللاعبين اللي شفناهم اليوم ما يقدروش يشاركوا في المباراه نتاع ابو سليم، منهم سيسوكو ولا راغوبي وحتى يعني اليك، هذو ما راهمش موجودين في القائمه الافريقيه. ولكن اللاعبين اللي كانوا في المباراه الاولى يروحوا يدافعوا على الالوان الوطنيه اولا، ويرجعوا الاعتبار لنفسهم، ويرجعوا يعني حتى تولي مساله شرف تاعنا، باش على الاقل ادوا مباراه كبيره ونشرفوا الكرة التونسية اللي معروفة كما قلت عالميا وإقليميا وقاريا، وعندنا الإمكانيات باش نعودوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله.